اي واحد فينا الا وكتلقاه انه كان عنده واحد الاستاذ اللي حبه في الماده، الاستاذ اللي خلاه انه يقرا، او العكس كتلقى واحد الاستاذ كيخلي ان التلميذ يخرج من المدرسه ولا ينقطع على الدراسه. مع احترامي للكثير من الاساتذه اللي صراحه قراونا وتعبوا من اجلنا وداروا معنا مجهود، ولكن لا نستثني ان هناك البعض منهم اللي صراحه ما كانوش في المستوى نهائيا، اللي دمروا بزاف ديال التلاميذ، اللي ما خلاوش بزاف ديال التلاميذ يواصلوا الدراسه ديالهم.